السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عشاق قناة الصيد والترفيه. كما تعلمون أن الصيد ليس دائما نوفق في الصيد، أحيانا نخرج باليومين لا نصطاد شيئا، وأحيانا نسافر بمئات الكيلومترات ولا نوفق في الصيد، وأحيانا نصطاد ولا نستطيع التصوير. فيديو اليوم كانت رحلة ليومين لصيد الكروان والأرانب وكذلك البط. قمنا بوضع الله أكبر، الفخاخ الله فلم أكبر. نصطاد أرانب، رمينا عن البط فلم نصطاد بط الله أيضا، يرحمه. هددنا الطير على الكروان كذلك لم نوفق، لكن كانت رحلة رائعة برفقة الرفاق، وتجولنا وتمتعنا وقمنا بتصوير لكم هذا الفيديو لكي تشاهدوا معنا المناظر الطبيعية للمنطقة وكيف فشلنا في الصيد. نعم، كيف فشلنا في الصيد، لأن الصيد المتعة في التحدي، والشيء الجميل ليس دائما يكون متوفر، وهي أساس ومتعة الصيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودائما ادعموا فيديوهاتنا بالإعجاب والمشاهدة، فالتفاعل ضعيف جدا جدا جدا، ونحن والله نشقى كثيرا 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 في إيصال هذه الفيديوهات، لأنها الله يضرب، أحيانا تكون متعبة ومسافات كبيرة، الله يضرب، وأحيانا كثيرة لا نوفق سعود ضربت في هذاك، الصيد. ولا والسلام ضربت عليكم ورحمة الله تعالى صح وبركاته. صحيح ما يطيحش. وين الراقب فيها بعد؟ وين الراقب فيها بعد؟ ايه انا شفت قستها. مراجعين مراجعين. ما شاء الله تعب الطير تعب. تعب الحق ما قدش. لا الحق الحق.